يدخل اليوم حيز التنفيذ قرار سيصبح بموجبه عشرات الآلاف من الفلسطينيين مخالفين ومرشحين للمحاكمة والطرد من الضفة الغربية. وقد يتعرض المخالفون أيضا إلى عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 7 سنوات تحت طائلة قرار عسكري يعرف الشخص المتسلل بأنه الموجود في المنطقة من دون شهادة أو تصريح بصورة قانونية. لن يتمكن كثير من هؤلاء من البقاء في الضفة الغربية بعد اليوم إذا دخل قرار إسرائيلي بطرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين من غير الحاصلين على تصاريح إقامة حيز التنفيذ. منظمات لحقوق الإنسان حذرت من تعليمات تسمح للجيش بطرد كل من لا يحمل تصريح إقامة تصدره إسرائيل، وإلا سيخضع للمحاكمة ويعتبر متسللا. هذا القرار استنكرته السلطة الفلسطينية واعتبرته تطهيرا عرقيا، خاصة وأن الغالبية العظمى من الفلسطينيين لا يحملون تصريحا للإقامة صادرا عن إسرائيل. الشارع الفلسطيني استنكر هذا القرار بشدة. احنا يعني كسائر الشعب الفلسطيني اليوم تفاجأنا بهذا القرار انهم بثوا على التلفزة وعلى في الجرائد المحلية على اساس انه يعني اسرائيل ما في شيء غريب عليها، هذه سياسة التهجير متواصلة. رأيي انه مش غريبة على الاسرائيلية يعملوا هيك، يعني كل اللي عملوا فينا، كل الحواجز اللي حطوها، كل الناس اللي هاجروا من 48 و67 اكيد مش غريبة عليهم. بطلب من كل الناس اللي بيسمعونا، كل الحكومات العربية انها تساعدنا وتنظر إلنا يعني عن جد كأنها اخوة. هذا القرار تعسفي ويمس بالسلطة الوطنية ومش جديد على اسرائيل، يعني ما حدا بيقدر يسوي اشي يعني ضده. هم بيحاولوا يعني يطردوا الفلسطينيين دائما يعني من أراضيهم. رأيي راح يكون إنه هذا قرار تعسفي وجائر بحق المواطنين الفلسطينيين بسحب الهويات وطرد المواطنين، وناشد السلطة الوطنية الفلسطينية بأن تتحرك لأنها هي المسؤول الأول والأخير عن الشعب الفلسطيني. أما منظمة هاموكيت فقد دعت الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء القرار. This is very broad amounts of people. Our concern is that the first to be damaged. هذا يشمل عددا كبيرا من الأشخاص، وأول من سيتضرر أولئك الذين قدموا من قطاع غزة إلى الضفة منذ أكثر من 20 عاما وقضوا حياتهم هناك، وبالطبع الأجانب الذين التحقوا بذويهم وجمدت إقامتهم، هؤلاء هم في خطر أيضا. أما الجيش الإسرائيلي فقال إن الأوامر هي تعديل على القوانين الإسرائيلية الحالية بهدف ضمان أن يكون عمل الجيش خاضعا للإشراف القضائي أثناء تسليم أي شخص وصفه بأنه يقيم بصورة غير قانونية في الضفة. ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد يومين. وفاء زيان، BBC.